تعالوا مع بعض عدد السفرة بتاعتي. طبق سلطة لطيف وجميل، دايما طبق السلطة بيكون معايا في الحلقة بتاعتي، بديله اهتمام ومش بديله اهتمام. يعني ايه؟ يا اما بطلع بيه جاهز يا اما بطريقة التقطيع، ولما بتيجي فرصة بتشكيلة خضار مع ايام الشتاء، النهاردة لقيت قدامي خس بلدي، بتيجوا نعمل طبق سلطة حلو كده بيحتوي على الخس البلدي والبصل الاخضر والفلفلة والجمال، ونديله فليفر من الليمون مع زيت زيتون، يبقى طبق جميل. عدل السفرة بتاعتي بما ان السفرة عليها فريك بالفراخ وعليها شوربة لطيفة وجميلة. هتقولي المقادير، دايما طبق السلطة مفتوح. يعني ايه مفتوح يا عم الشيف؟ مقاديره مش ثابتة، الحاجات اللي موجودة في درج التلاجة بتستخدميها، عشان بس ما تقولناش فين المقادير. ده خس بلدي وده دايما مش موجود. حلو، بسم الله الرحمن الرحيم، الله على الخس البلدي. بصل اخضر، خس بلدي، الخضروات الورقية تتغسل قبل التقطيع مش بعد التقطيع يا ست الكل، ده مهم جدا على فكرة. دايما الخضروات الورقية زي الخس، زي الجرجير، زي السبانخ، دي بتتغسل وهي سليمة. ليه يا عم الشيف؟ عشان ما نفقدش جزء كبير من القيمة الغذائية بتاعتها. طماطم دي بتتاخد كده، شفت الطبق؟ دي لوحة زي الأطفال دلوقتي كده لما بيمسكوا الألوان وتلون. وده بصل أخضر، الله، عاشق أنا للبصل الأخضر. بصل أخضر يعني مضادات أكسدة، يعالج البرد، مهم جدا للرئة والجهاز التنفسي بجد. عندنا برد، عندنا مشاكل مع البرد، بصل أخضر زي ايدي ما بتحطه بتجيب. شفت الجمال؟ عندنا فلفل اصفر. وكل يوم لو هعمل طبق سلطه خضراء بنفس المكونات دي شكله هيختلف معايا وطعمه هيختلف. ده الطبيعي. حلو، البهريز بتاعنا او الفليفر بتاعنا او طعم التبل السلطه بتاعتنا او الدرسنج بتاعها عباره عن عصير ليمون. هو ده الكلام بقى، معلقه كريمه لباني بجد يا شيف. شفت الجديد بقى؟ دي مش في المقرر زي ما بيقولوا، او مش في النص. زيت زيتون، ممكن تحط معلقه مايونيز، فص توم حلو كده باطراف ايدك وانا شغاله، وانا بشتغل، معلقه زعتر صغيره ومعايا المضرب في طريقي. الله على الخس البلدي ده، البصل الاخضر ده لما ياخد الطعم الكريمي ده. شويه ملح صغيرين ونقلب. ايه رايك في الطبق السلطه الحلو ده؟ البهريز ده، الصوص ده، تشربة السلطة دي، الدرسنج بتاع السلطة دي يتحط عليها. شفت الصوص الكريمي ده؟ هو ده الوايت صوص بتاعها. يتحط عليها قبل التقديم مباشرة. لا ما تاخدش خل يا غالي، كريمة اللباني ما تاخدش خل. ألف هنا وشفا للي ياكل منها.